السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ هنعمل مع بعض احلى واطعم كفتة فراخ، طريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. المقادير معانا يا بنات، عندنا يا حبايب قلبي صدر فرخة كبير يا بنات زي ما انتم شايفين، معانا بصلاية كبيرة، فصين ثوم، معلقتين كبار دقيق، قرن فلفل رومي، مع مكعب مرقة، معلقة بهارات محوجة، 7 بهارات، معلقة فلفل أسمر، معلقة ملح صغيرة، مكعب مرقة، معانا شبت وبقدونس. دي المقادير بتاعتنا يا بنات بتاع كفتة الفراخ. يلا بينا مع بعض كده هنفرم المكونات بتاعتنا كلها ونرجع لكم تاني. وفرمنا يا بنات زي ما انتم شايفين، فرمنا صدر الفرخه والبصل والشبت والبقدونس والثوم والقرن الفلفل. والمهم يا بنات البصل بتاعنا بعد ما فرمناه خدنا التفل بس بتاعه وحشنا العصاره بتاعته، اهي هنحتاجها، مش محتاجين الا التفل بتاع البصل بس يا حبايب قلبي. هننزل بقى احنا مع بعض كده، عندنا مكعب المرقه، بسم الله، معانا البهارات بتاعتنا ومعلقة الملح ومعلقة الفلفل الأسمر. هنعجن الخليط كله مع بعض بنات، الخليط كله مع بعض كده يا حبايب قلبي، بسم الله. هننزل هنا يا حبايب قلبي بمعلقة دقيق يا بنات، عندكم فيجيتار ماشي، عندكم سميد ماشي، سميد مطحون ماشي، بس انا مش متوفر عندي، هحط معلقة الدقيق دي عشان تمسك لي العجينة بتاعتي واعرف اصبعها او اشكلها زي ما انا عايزة. صبعهم كده يا بنات زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي كده، ونبلهم بمية البصل بتاعتنا يا بنات اللي احنا سايبينها، وان عندنا الدقيق بتاعنا هنبلها كده بالدقيق ونحمرها على طول في زيت سخن جدا زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. نعمل كمان واحدة مع بعض، بسم الله، نبلها كده يا بنات ونبلها في الدقيق زي ما قلنا كده. اخلص الكمية اللي معايا وارجع لكم تاني يا حبايب. ودي يا بنات الكفتة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين يا بنات صبعناها. يلا بينا على البوتاجاز نحمرها مع بعض، وحطينا الطاسة على النار يا بنات، واهم حاجة الزيت بتاعنا يكون سخن جدا، بسم الله. وكده بتتحمر معانا اهي يا حبايبي. اهم حاجة يا بنات تهدي النار عليها خالص، الزيت يبقى حامي ونهدي النار، نقلبها كده بسم الله. ايدينا فيها يا بنات دايما كده نقعد نقلبها كده على طول، عشان احنا بنسويها على نار هاديه، اهم حاجه زي ما قلنا الزيت يكون حامي ونسويها على نار هاديه، نهدي النار على طول ساعه ما نحط الكفته في الزيت السخن. واحمرت معانا اهي يا بنات، هنبتدي بقى نطلعها من الزيت، بسم الله. ودي الكمية التانية يا بنات حطيناها في الطاسة بتاعتنا، هحمرها واخلصها وارجع لكم تاني ان شاء الله. ودي يا بنات الكفتة بتاعتنا ما شاء الله جميلة وما خدتش مننا اي وقت، ووصفة سهلة وبسيطة جدا وتغيير لاولادنا في الاكل بتاعهم. اهم حاجة يا حبايب قلبي ما تنسونيش في الشير واللايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.